حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. علياء، بابا فين عمر؟ في أوضة العمليات لسه. من إمتى؟ بقاله كتير، ادعي له. ازيك يا أهلي؟ بعد إذنك هبص عليه بس. بس طب يا ماما فين؟ بلاقيها مع فريدة في الاستراحة. طب أنا هروح أطمن عليها. علياء، نعم بابا. مامتك تعبانة قوي، حاولي تهديها يا بنتي، وانا اول ما يطلع من اوضه العمليات ابلغكم. اوكي باذنكم. اتفضلي يا بنتي. وانا مش عاوزك تقلي نفسك حضرتك، انا اول بس ما نطمن عليه انا هبلغه ان شاء الله. هاي عالية جد. عالية عمر اتضرب بالرصاص. يا هاي ان شاء الله هنطمن عليه. مو يوم انا قلقان عليه قوي. حبيبي يا حبيبي يا عمر.
السلام عليكم. عليكم السلام. أي خدمة؟ النبي يا باشا، كنت عايزة أقابل رئيس المباحث. رئيس المباحث؟ مرة واحدة كده؟ معلش يا باشا، أصل أنا كنت مقدمة بلاغ من 3 أيام كده، ولحد دلوقتي محدش رد عليا ولا قال لي أي حاجة. يبقى بلاغك لسه ما اتحركش وتحول للنيابة. ما اتحركش إزاي يا باشا؟ دول مسكوا العيال في نفس اليوم اللي أنا بلغت فيه. خلاص، يبقى العيال عندنا في الحجز لحد ما يتحقق معاهم. طب يعني أنا ما ينفعش أقابل رئيس المباحث بس أفهم منه؟ رئيس المباحث في أجازة. ولا أي حد تاني، إلهي يسترك. أنت اسمك إيه؟ رباب يا باشا. أنت من المنطقة هنا رباب؟ آه يا باشا. كويس، عدي عليها بكرة بالليل وأنا هكون شفتلك إيه الحكاية. بجد يا باشا؟ آه طبعاً بجد. بالليل إمتى يعني كده يا باشا؟ يعني خليها كده على 10:30 11. 11 يا دوب. خلاص يا باشا. انتي معاكي موبايل يا رباب؟ اه يا باشا. كويس قوي، انا هديكي رقمي وقبل ما تيجي كلميني على طول. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يسترها معاك ويكرمك يا باشا. قول يا باشا. عمر، عمر الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. خالد تعال فوق. عمر الحمد لله على السلامة يا بطل. عمر تحب أعدلك الظهر شوية؟ فريدة. نعم. أنا عايز منك حاجة. قول يا حبيبي. إيه؟ هتبقى أحلى اسم تسألها على عبد الله. تمام. تاخدي من نوع المهندس سلمى اخت تراضي الله يرحمه. الله يرحمه. احنا هناك عندها وكلميني من هناك. ماشي حاضر، ما تقلقش. حالا يلا. ماشي حبيبي ما تقلقش. يلا. اروح معاها يا عمر. روح معاها، ما تسيبهاش يا خالد، روح معاها. يلا يا حبيبي، يلا خلي بالك من نفسك. ليلى لنا. صوت القرآن. صباح الخير. صباح النور. هي دي شقة المرحوم، المرحوم راضي؟ اه الله يرحمه. وانتي سلمى؟ لا انا هنا صاحبتها. انا فريدة خطيبة عمر صاحبه في الشغل، وده خالد اخوه الصغير. اهلا وسهلا، اتفضلي. على مهلك يا حبيبي. سلامة. سلامة.
معلش يا جماعه بس وراكي حاجه؟ لا دلوقتي لا. طبعا نروح مشوار مع بعض. بس معلش يا ماما، خد ماما بس وروحه وانا هحصلك على طول. نروح مشوار انا وعلياء. مشوار ايه بس يا حبيبي، انت تعبان كده؟ لا انا كويس ما تقلقيش يا ماما. ازاي بس يا ابني ازاي؟ طب انا اقول لك على حاجه. بص يا حبيبي، لو انت عايز اي حاجه قول لي وانا اكلف اي حد يعملها لك. معلش يا بابا مش هينفع، لازم اعمل المشوار ده بنفسي. بنفسك؟ معلش يا بابا. يلا خلي بالك عليه حبيبتي. مخافيش حاضر. ما رايحين فين؟ هقول لك في الطريق. تعالي. بابا هي مش كده ابدا. صبوتي حلوه، بقت حلوه بقت حلوه، بقت وزن الفيل. اه عارفه ثواني ثواني، ما اشتغلتش في الماركت من ليه؟ لا بلانر. هي دي. هي كويسه؟ ان شاء الله هتبقى كويسه. تعالي بالراحه. صباح الخير يا ابني. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. اتفضل اتفضل. سلمي يجي اتفضل. اتفضلي. بعد الشر عليك. الست دي عملت معانا اللي ما عملوش أدخل راجل هنا. لولاها كان زماني بقيت مع راضي الله يرحمه. بصي بقى يا أمي، أنا مش جاي النهاردة عشان أتناقش معاكي ولا أشكرك ولا حتى أحاول أدفعلك تمن اللي أنت عملتيه معايا، عشان أنا عارف إن أنت مش هتقبلي. أنا ما سألتكش أنت جاي ليه يا ابني، ده بيتك، تيجي وقت ما أنت عايز وتمشي وقت ما أنت عايز. وانا بقى مش همشي من هنا لما تقولي لي انت محتاجه ايه. واحده زيي هتعوزي ايه من الدنيا يا ابني؟ اي حاجه ممكن تعوزي، حاجات كتير يعني. مبدئيا ما ينفعش تعيشي في مكان مكتوم زي ده، على الاقل عشان صحتك. الصحه من عند ربنا يا بنتي. ونعم بالله يا امي. طب انا ممكن اسالك سؤال وارجوك ترد عليا؟ اتفضل يا ابني. حضرتك بتصرفي منين يا امي؟ أصرف؟ أصرف إيه يا حبيبي؟ هو واحدة زي محتاجة ابن الدنيا، غير لقمة تقوتها وهدمة تسترها وأربع حيطان تداريها. طب بقولك إيه يا حاج، حضرتك حجيتي قبل كده؟ تحبي تحجي يا أمي؟ حج؟ هو ده سؤال له ردين؟ الدكاترة اللي هي محتاجاها. حاضر. وحكي لها مبررة تاخد بالها منها، حطيت لها الضوء في ميعاده ونضافه وكل حاجة. ارغي 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 كمان ارغي ارغي، ما هو صاحبك الرغي وانت محمل على كتافي، مفيش 19 طن اصلهم على ظهري. ظبطي ارغي براحتك.